أنتم مع الجزء الأخير من صدى الملاعب. طبعاً نحن خلال أزمة كورونا عم نحاول نبث رسائل إيجابية، عم نحاول نكون قريبين منكم، عم نحاول ننقل من الأوساط الرياضية نغير اللي قعدوا في البيوت، فالناس عم تتعلم أشياء جديدة بعادتها بالبيت. إحنا عملنا للمحللين فقرة طبخة الصدى هالمرة بعد عبد العزيز الضغيثر وعيسى الجوكم والدكتور عمار، كان الكابتن بدر حارب اللي اختار أكلة إماراتية على ما يبدو، وراح نشوف مين تحدى بعد ما خلص الطبخ. التفاصيل مع راضية صلاح. بدر حارب، هلا الوصلاوي المر بالسعودية. أنت نصراوي؟ لا مو بشرط، هلا قلت أصفر. راح نشوف يعني انت لا جاني وفنجر لي وقال لي اصفر. طب النصر اصفر، شنو اسم النصر؟ عم تاكلوا خمسات انتوا؟ خلي الخمسات، عم نتكلم عن مباراه اليوم. لا افتكينا من شهر الرياضه طلعتنا انت يعني رمستهم صراحه رمسه مو بصح، قول مو صح. استقصدني اليوم؟ ما استقصدنك، لا والله ضمن الشارع الرياضي. مو واحدة مثلا، واحدة كان مرأة بس هي كتير. هي كتير من العام للسنة وايد. وضعنا يحتاج شي ينباع دره. الناس تحكم عليك. ايش معنى نافذة طيب؟ مو شباك مو باب؟ ترى هو شباك. طيب ليش ما قلت؟ يا ابوي نط يا ابو شو بناك انت مكوى؟ مساكم الله بالخير. بدر حارب، أنت حداك إنه المدام تسمح لك تدخل على المطبخ. دكتور عمار أنا فرحان بالأكل اللي عملتها. لا حبيبي، تبي نفس المسلسلات تقبرني وتقبشني، لك وين رايح؟ لهون تعال لهون تعال هناك، شو هذا ابن عمي؟ نفس الشيء. الطبخة اللي وعدتكم فيها اللي بخليه يمر علي ولكنها كل مرة يطلبها. ثلاث أرباع ماي عشان تطلع الطبخة صح، ونحط على شيء، نستنى لي ما يفور الماي. طبعا مكونات الطبخة هذه: الرز مع الملح، ماجي، فلفل أسود، كركم، قطعة صغيرة من الدياي، والدهن الأصلي هذا. نص أو ثلاثة أرباع معلقة ملح، غطين من الماجي، وطبعاً هالأشياء هنحطها قبل أو بعد فوران الماجي. نص ملعقة من الفلفل الأسود، وأيضاً نص ملعقة من الكركم. طبعاً كل هذيلة مع بعض، خليهم لما يفور يعني. بعدنا نستنى الطبخة، لازم نستنى عليها سلولي بات شور، شيء من الآخر. جزاك المران عن ذاكرة. حتى ربيعكم اللي في السعودية حبيبنا بيطلب منها بعد. إن شاء الله هنجهز له واحد يوم دي إن شاء الله، بس بعد تيجي كورونا أحلى من المكرونة. يقاس بالإنجازات، حنا انجزنا الحمد لله. خليت يطلع عن طوره يا اخي. طالع هادي اول شيء. تحط الدياي، قطع الدياي. قطع الدياي نحطها. نستنى عليها شوي بعد. هذا العيش. نعمل داخل. الحين المهم. الله. الدهن له سر عجيب فعلا. قبل وبعد ما تجهز الطبخة. قامت الطبخة خلاص على نهايتها. اندمج الدياي مع العيش. Finally this one and this one. بنلتقي الليلة إن شاء الله بالخوانيج. هيه يا ريال، يلا يا أبوي تريوني بايكم، يلا مع السلامة. جهزت العرسية شبيهة طبعا بالهريسة لكن ألف عندي غباء عن جد. لا 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 لا، لمصلحتك لمستقبلك. أول شيء خليك في البيت على طبخة على الكتاب، أحسن لك يصير عائلة.
نتنقل التحدي لاستاديو معلمي استاذ سامي الامام. يا مسقوف يا باشا ما بغيره اكيد. قبل التحدي اخونا بدر حارب، وانتظروني في طبخه لذيذه وجميله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. صرنا نشوف اشياء تبهر العيون فوق الخيال وفوق ما نتصوره. مرحبا الساع. مرحبا الساع قرب. ساكم الله بالخير. إذا عراقي إيش راح يطبخ؟ مسقوف ولا باتشا ولا دولما ولا شيشال؟ سامي عبد الإمام ما أنا إذا أجول عندي حطبخ بيض مقلي.